مشاهدينا رح نروح لفقرتنا الثانية وهي أيضا فقرة طبية لنحكي عن ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم هي حالة شائعة وبتصيب أكثر شيء كبار السن وهي بتأثر على شرايين الجسم، وفي حال ما تم العلاج بيزيد احتمال التعرض لنوبة قلبية وأيضا سكتة دماغية، لكن لتجنبه ممكن تجنبه باتباع عادات صحية سليمة مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي وأيضا الإجراءات الأخرى. دائما نمط الحياة، بس ولكن اليوم الناس بتقول لك شو في شيء بهالحياة ما بيرفع ضغط الدم، إن كان اقتصاديا، إن كان بظروف المهنة، إن كان بظروف العمل، إن كان بالبيئة المحيطة. اليوم يعني الناس حق اليوم إذا صار عندها هذا الحالة المرضية في مبررات وفي أساسات. يعني اليوم الدكتور ما حب الكلمة. طبعا اليوم مثل ما كنا عم نقول إنه نمط الحياة، النظام الغذائي، التمارين الرياضية، الابتعاد عن التدخين، عن السمنة، هدول كلهم كفيلين انه يبعدونا عن موضوع ارتفاع ضغط الدم. لنحكي اكثر عن هي الحاله، شو هي اسبابها وطرق العلاج، اكيد معلومات كثير حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم وهو الدكتور مروان دياب، اخصائي قلب وشرايين وقسطره وشبكات قلبيه. يسعد صباحك حكيم. صباح الخيرات، شكرا لك. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك، نورتنا. دكتور خلينا نحكي بالبدايه عن ارتفاع ضغط الدم، شو هي اعراضه الشائعه؟ هلا اول كل شيء اذا بدنا نحكي عن ارتفاع الضغط، اول شيء ما له مرض لكبار السن. نعم. عم نشوف بال 30 صحيح، بال 35 سنه عم بس نشوف بس الاكثر كبار السن اللي بيتعرضوا للمرض، ولا ما بالضروره بها الظروف صار شائع كثير، يعني حتى صغار السن بنشوف عندهم ضغط. هلا شو تعريف ارتفاع الضغط؟ ارتفاع الضغط وقت بيكون واحد عنده بالقياس على عده مرات لقينا الضغط عالي، يعني انا ما فيني احكم على مريض اقول انه معه ضغط من وراء قياس واحد. ممكن يكون جاي في رهبه، في خوف، متوتر، متزعل مع حدا، بيطلع ضغطه شوي عالي، هذا ما فيني اقول ارتفاع ضغط، بده ينقاس على عده ايام وعده مرات حتى نقول في ضغط. هلا تعريف الصحه العالميه بيقول انه اذا في ضغط بده يكون المريض ضغط عنده ارتفاع ضغط اكثر من 140 على 80. فيما عدا هالشيء او ضمن المجال هذا ضغط طبيعي. طيب هلا حتى المريض بيجي بيقول لي انا ضغطي 13، ضغطي 12 ونص، الضغط غير ثابت خلال النهار. الضغط بيتبدل حسب الظروف. مثلا واحد فايق من النوم مرتاح نايم منيح ضغطه مرتاح، واحد نزل على الشغل مهز بدنه وما حدا طلع ضغطه اكثر الشغلات اللي بتفرق. يعني شاف منظر بالطريق، راح بده يشتري غراض شافها غاليه، هبت عصبيته، فالضغط بيطلع بيطلع وبينزل ضمن هالمجال اللي قلنا عليه وهذا طبيعي. المشكله وقت بيطلع اكثر من هالارقام هون ساعتها صرينا عم نحكي بضغط. وساعتها وقت بيصير في ضغط صار لازم نعمل الاستقصاءات اللازمه حتى نشوف شو سبب الضغط. هلا طبعا وقت عم نجي بنحكي باسباب الضغط، شو هي الاسباب؟ اول شيء اهم سبب هو الوراثه. 90% من الضغط وراثي، بنسميه مجهول السبب. وجزء كثير بيجي بسبب امراض كليه، امراض غذاء، او شيء ظروف الحياه. ظروف الحياه. اكثر اعراضه دكتور هي وجع صداع، يعني وجع بالراس. هلا الاعراض تتراوح من الشديده جدا للا شيء. يعني ممكن يجيني مريض على عياده ضغطه 23 و24 وما له حاسس. ما له حاسس بشيء. وممكن يجيني مريض ضغطه 15 عنده صداع شديد. بس مبدئيا الاعراض تبدا بصداع، دوار، قله تمه، الم صدري، قله نوم، توتر انفعال زياده، هي عاده بتصير. بس ممكن نلاقي مرضى بدون اعراض. دكتور ذكرت نقطه الصداع، وكثير نحن بنشوف بشكل شائع ان راسي عم يوجعني، ليه يكون ضغطك مرتفع بغض النظر عن الحاله انه انا في ضغط او ما في ضغط؟ خلينا نركز على المنطقه اللي ممكن تخص موضوع الضغط، يعني انه غالبا الضغط هو صداع صباحي اكثر شيء. بفيق الواحد راسه عم يوجعه، بفيق راسه عم يوجعه، وبيجي صداع جبهي او قفوي، بينزل يعني على العيون وعلى هيك صداع جبهي كل جبهته عم تجعه، راسه من ورا عم يجعه، مطرمخ، يعني بفيق مطرمخ الزلمه، مع انه نايم ومرتاح بس بفوق بفيق بيقول انا مطرمخ انا مالي مرتاح. هاي غالبا الصداع. طيب هلا في صداع بسبب هو الضغط،
طالما هلا من شوي كنت عم تقول لي نعم نحكي انه لازم نميز بيناتهم كثير ناس إيه بس غالبا بيناتهم. هبوط الضغط طالما هلا حكينا عنه بيجي عند الصبايا عند صغار العمر اكثر. ليش حكيم اليوم طبيا ليه علميا ليه؟ علميا بيكون عندهم اول شيء ما عم ياخذوا سوائل كافي، ما لهم اكلين كافي، ممكن يكون عندهم نزف طمسي، مروحين دم او كذا، بيجي الضغط واطي. وصداعه يختلف تماما عن صداع الضغط. بس هي حالات يعني فينا نقول مؤقته وليس ثابته، يعني طبعاً طبعاً. ممكن تنحل باجراء جدا بسيط، شويه مي وملح او شويه عيران. طيب ارتفاع الضغط بيقولوا كيلو حلو صح طبيا او بيقولوا لا؟ كيلو قطعه حلو ارتفاع الضغط كثير شائعه هاي، يا ريت هيك بس لا. شو الاجراء هون؟ لا ارتفاع ضغط اذا كان مؤقت، يعني انا حالي مؤقته صارت ارتفاع انا ما ضغط. عندي ما هلا ارتفاع ضغط مؤقت ممكن حبه مهدئ اما حلو لا. لا بس في ناس ما بتاخذ حبوب مهدئ بيرتفع مثل ما ذكرت رشا انه بشكل مؤقت انه هي بجوز تكون بشغله او شيء. لا انا كثير بسمع هاي القصه ايه ساعتها هون ممكن نعطي علاج منظم للضغط تمام. اما انه ناخذ قطعه حلو او كذا لا هذا خطا شائع. لا لا طب دكتور خلينا نحكي شوي عن النوبه القلبيه كيف بتصير. هلا هون قصدك تقولي النوبه القلبيه الحاده او المزمنه؟ الحاده خلينا نحكي عن الحاده بدايه. وقت عم نحكي بنوبه قلبيه حاده عم نحكي ببوادر احتشاق او جلطه. هي ارتفاع الضغط الزايد ممكن تسببها او ما لها علاقه؟ ما لها علاقه هي بهي. النوبه القلبيه الحاده اذا كان قصدك بدايه جلطه او بدايه احتشاق هو المريض اللي بيجي بألم صدري شديد بنص صدره منتشر للذراعين لظهره لورا تعرق بارد شعور بعدم ارتياح شعور بتمزق بالصدر هي النوبة القلبية الحادة. يعني هي ما لها علاقة بارتفاع ضغط الدم نهائيا؟ ممكن يكون مع ارتفاع ضغط مترافق. مرافق ممكن لا يكون ضغط واطي بسبب الأزمة الحادة بس ممكن بسبب الألم الشديد يصير عنده الألم ارتفاع ضغط بس ساعتها بيكون مرافقة ما أنه يعني مع بعض مو الأساس يعني مو حالة الضغط هي أساس بأمراض هلا القلب. الضغط ممكن يكون سبب من أسباب احتشاق العضلة القلبية بس ما له لحاله يعني في شيء احنا ما جبنا سيرته نهائيا هو التدخين منه يمكن بتدخنوا ما جبتوا سيرته خانوا أرجيلة دكتور ايه ما جبتوا سيرته اما التدخين سبب رئيسي لاحتشاق العضلة القلبية للإصابة بأزمات القلب هذا شيء أساسي اكيد هاي من المحاذير حكيم اليوم يعني حتى الاشخاص اللي بيدخنوا بيعرفوا انه هن اليوم باجراء خاطئ يعني ولكن تعودوا على هاي القصه. خلينا نحكي اليوم عن المضاعفات وقت بيكون في عنا امراض ضغط الدم شو تاثيره على الجسم اذا ما تم اليوم المراقبه باشراف حكيم مختص ومتابعه الوضع الصحي. هلا الضغط اختلاطاته شديده بس ممكن نقسمها على عده مستويات. اولا مستوى القلب ارتفاع الضغط لفترة طويلة ممكن يعمل نقص تروية مثل ما حكينا وممكن يعمل ارتخاء بالعضلة مما بنسميه استرخاء يعني العضلة من كتر ما بتشتغل بتشد بتعمل ضغط عالي ضغط عالي بصيبها هبوط ما بيعود فيها حيل بصير عنا ضخامة بالقلب توسع بالأجواف وبصير عنا المريض ما بيقدر يمشي فشختين إلا ما يلهت يتعب هي على مستوى القلب ممكن تعمل اضطرابات بالنظم هلا بنجي على الدماغ اكثر شيء بالدماغ بسبب الضغط تعمل نزف دماغي العيون نزف دماغي نزف دماغي يعني فالش والفالش حتى الان فالش لا تعالش يعني لا سمح الله اذا المريض صابه نزف دماغي شديد ايامه صفيت معدوده على العين بتاثر على العين اصلا العين هي العضو الوحيد اللي فينا نشوف فيه الشرايين وطبيب العين ياما بيبعث لنا مرضى على عيادة بيشوف قعر العين من قعر العين من شرايين العين بيعرف انه المريض عنده ضغط وبيقول له روح راجع طبيب قلب انت معك ضغط فمعناتها بتأثر كتير على العين بتأثر على الرؤية بتأثر على اضطرابات البصر بتأثر عليه كتير هلأ كمان على الكلية ارتفاع الضغط لفترة طويلة ممكن يعمل قصور كلوي فينا نقول بكلمة مختصرة الضغط هو مرض جهازي يعني ما عم يصيب عضو واحد عم يصيب كافة الأعضاء ممكن يعمل بالبطن بالأبهر ممكن يوسع الأبهر يعمل إم دم
ام دم كارثه وجوده، يعني شغلات كثير بتصير مرحله كثير ثانيه. طيب دكتور، خلينا نحكي ايمت لازم فحص ضغط الدم، وايضا بدي ارجع في نقطه ركز عليها، يعني ذكرت رشا من شوي انه في ناس بتلجا لتاكل قطعه حلو اذا كان مرتفع ضغطه، وفي ناس بتخلط بين ارتفاع الضغط وهبوطه، يعني هي نقطه كثير مهمه نوعي فيها. في ناس بتخلط ملح وسكر وبتشرب انه ما بتعرف مرتفع ضغطه او نازل ضغطه، خلينا نحكي شوي عن يعني هي النقطه واهميه فحص ضغط الدم. هلا هي اول شيء كثير سهله، بكفي الواحد يقيس ضغطه عن جاره بالبيت عند الصيدلاني بالمشفى ليفرق بين ارتفاع ضغط وهبوط ضغط. انتهينا، هي خلصنا. هلا اذا في هبوط ضغط ممكن الحاله تنحل مو بحلو، بشيء مالح، بسائل، بدنا سوائل مثل 7 اب مثلا، عملنا دعايه ل 7 اب بهالطريقه، يا اما عيران، يا يعني بدنا سوائل مع ملح، هذا اللي بدنا اياه. هلا ارتفاع الضغط بده استقصاء يعني ومراقبة اليوم عند الطبيب، مثل ما حكيت ما فيني أقول عن مريض ضغط غير ما أقيسه كذا مرة. هلأ بس أتأكد أنه في ضغط بدي أعمل استقصاءات. أنا ما بيحق لي عالج المريض قبل ما أشوف شو سبب الضغط، فلا بد من تحاليل عامة أعرف شو معه، أعرف شو مستوى الشحوم، كوليسترول، سكري، خاصة ترافق الضغط مع السكري مع الشحوم بيعمل عامل خطورة أكثر مع شحوم، فبدي شوف كامل الجسم حتى اليوم يكون في خطه علاج. ومتى ما شفت كامل الجسم بعطي العلاج المناسب. في ادويه ممكن ترفع الشحوم، ممكن ترفع السكر، هي بدي اتجنبها اذا خاصه مريض عنده شحوم عنده سكري. فكل مريض في له دواء غير الثاني، مو مثل المريض بيجي بيقول طلع معي ضغط اخذت حبه من عند جاري نزل ضغط. تماما هي هيك عم حكيم. هذا خطا. دكتور مروان، هيك سريعا كرمال نستفيد اكثر من معلوماتك الطبيه، اليوم ما هي الادويه الضغط اللي احنا بتتاخذ على الريق معروفه، هل هي كفيله اليوم بتنظيم امور الضغط داخل الجسم بغض النظر اليوم عن النظام الغذائي، بغض النظر انه احنا مدخنين، نحن شرهين بالاكل، في شحوم، في سمنه؟ هلا سؤالك كثير حلو. هلا نحن مريض معه ضغط لابد من اتباع حميه معينه. هلا اذا اتبع الحميه ونزل وزنه، نزل سكره، خفف تناول الملح، خفف المنبهات، نعم، بهالطريقه نزل ضغطه شوي، فنحن ساعتها بنساعده بدواء اضافي ما بيكون كثير قوي. اما المريض اللي ما بده يلتزم بحميه وبده يضل ماشي على المنوال نفسه وياخذ حبه الصباح انه انا اخذ وياخذ دواء، فبعطيه ساعتها دواء عياره اتقل. هلا الدواء كل ما كتر كل ما الاعراض الجانبيه تبع الدواء بتبين اكثر اكيد. فانا بفضل انه فيك يكون في حميه وفي علاج. هلا بالزمان كان في شيء اسمه ارتفاع الضغط الخبيث، بالزمان مو من هلا، فهذا ضغط كان معند على العلاج. الحمد لله بالوقت الحاضر ما عندي ضغط معند على العلاج، كل الضغوط تعالج، كلها بناخذ نتيجه، بس الثمن يا ترى بحبه ولا بعشر حبات. اليوم هون بتروح لاراده الانسان اليوم انه انا كيف حتكون ارادتي وكيف حيكون برنامجي اليومي لاقدر ساعد حالي. بالنهايه الدكتور قد ما كان اليوم عم تقدم ادويه، فبالنهايه مثل ما ذكرت حضرتك في اثار جانبيه بارتفاع خلينا نقول الادويه، بارتفاع المستويات بالادويه، وبالنهايه اليوم حتكون الرحله شاقه ان كان عليك وان كان على المريض. كثير شكرا حكيم لحضورك اليوم، شكرا للابتسامه اللطيفه، يعني اليوم من اول ما دخل الدكتور مروان على الاستديو مبتسم يعني، فكتير كيف واحد يشوفكم وما يبتسم. شكرا دكتور، شكرا لك دكتور، يسعد صباحك، نورتنا، يعطيك الف عافيه.